ده اجت قبل هالمرة إيه؟ لهون وكانت مجروحة؟ ايه وكمان هاي اجت معها وقتها. عن اذنكم؟ لك احكي ولا انت ليش تجوزت اختي؟ مشان تصير من سكان القصر ولا مشان كل يوم تعذبها وتأذيها؟ احكي ولا خلاص اتركه. هلا نحن بمستشفى. خلاص ما بدي اختي. لا تبلي حالك بواحد مثله. اتركه. ما بدي اتركه اختي. اليوم هاد الواطي رح يتحاسب على كل اذى ووجع سببه لاختي. ما رح اتركه. رامبير فكر شوي بأبوك الواقف. اختك غادة بالغيبوبة جوا. تروك ليش لتبلي حالك بهيك ناس سيئين؟